ما كريم خليني ابدا معاك النهارده بحصاد الدوري بالنسبه للنادي الاهلي. مبدئيا كده رايك في مشوار النادي الاهلي خلال موسم كامل في الدوري العام المصري بعد خسارته؟ لا شوف يا كابتن سيد، طبعا احنا الفتره اللي فاتت اتكلمنا كتير على امور التحكيم واستعرضنا النقطه دي بشكل مستفيض، وبرضه انا حابب ارد بصراحه على بعض الكلام اللي تم التوجيه لينا يعني خلال الفتره اللي فاتت، ان احنا ركزنا شويه على التحكيم وكانه ان احنا بنبرر. لا احنا ما بنبررش، احنا قلنا ان احنا في الموسم بتاعنا في عوامل كتير، دي لعبه جماعيه، واللعبه الجماعيه فيها كل واحد له نسبه، يعني المدير الفني له نسبه، اللاعبين لهم نسبه، الحكام لهم نسبه، في ظروف غير طبيعيه. انا في قناه النادي الاهلي وحتى على السوشيال ميديا وصفت الموسم ده بان هو الأسوأ تحكيميا في تاريخ الدوري. فلازم الناس تعرف وتفهم ان احنا بنقيم دوري كامل. طبعا النادي الاهلي الفرقه عندها امور جيده هنتكلم عنها النهارده وعندها سلبيات، لكن ده تاني مش هيمنعني ان انا اقول ان انا اتضريت بسبب التحكيم في بعض المواقف اللي ربما جعلت الكثيرين من الجماهير يشكوا ان الامر قد يكون يعني متعمد. ولكن تاني بعيد عن التحكيم، النهارده بقى هنتكلم من الفرقه. احنا فعلا يعني ده بالنسبه لي اول موسم كامل لبيتسو موسيماني كدوري، لان المباريات الاخيره في موسم السنه اللي فاتت كانت تكمله مش بتاعته بالظبط، كان بيكمل شغل ريني فايلر واوريدي الدوري كان انتهى وتم حسمه، وبالتالي كان مجرد بس تقضيه واجب. أيوة. السنه دي انا عجبني جدا جدا كلمه موسيماني في المؤتمر الاخير اللي قال فيها ان انا كان صريح جدا عجبتني جداً. بصراحه يعني الكلمه اللي قالها ان انا بتعلم، والسنه دي عرفت حاجات كتيره، ان انا كنت شايف الموضوع كره بس، لا الدوري فعلا غير البطوله دوري ابطال افريقيا. يعني في افريقيا ربما يكون بيتسو موسيماني عنده خبره من شغله اللي كان مع سان داونز، انما في الدوري المصري طبعا لازم يبقى احنا عارفين ان اللعيبه عارفه بعض. ربما انت طبعاً في افريقيا بتلاعب فرق قويه جدا جدا، ولكن لسه ما عندهمش الخبره ازاي يلعبوك. ممكن انت بتلعب ماتش واحد او ماتشين تفاجئه، لكن في الدوري هنا اللعيبه دي حتى ايفن لو اللاعب فريق جديد هو لاعب النادي الاهلي كتير قوي. وهنا ونقطه اهم نقطه لازم بيتسو موسيماني يعرفها، ان معظم الفرق اول ما بيحسوا النادي الاهلي بدا يبقى فيه حذر في خطه اللعب او في التكتيك، يعني مثلا متقدم 1-0 وبدات احسس الخصم بتاعي ان انا قلقان من هدف التعادل، خلاص هو نفسيا ومعنويا بياخد المبادره وبيبدا يقول لك لا لا ده الاهلي تراجع، ابدا نضغط بكل اوراقنا. وطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى لحد ما بيمشي معاهم. فبالتالي دي واحده من النقط اللي انا حسيت ان بيتسو موسيماني كان بيشاور ليها في المؤتمر الاخير في له بعد اخر مباراه، مباراه اسوان. واتمنى ان شاء الله ان هو يدينا شكل مختلف بالظبط بالظبط زي ما مستر مانويل جوزيه خد موسم 2001 2002 تعليم، كان بيتعلم هو قال كده برضه فعلا. كان الموسم ده يعني احنا فضلنا ننافس النادي الاسماعيلي لغايه الاسبوع الاخير ولكن وخسرناه، وكان موسم صعب علينا شويه رغم طبعا ان اتحقق فيه طبعا اكبر نتيجه في الديربي 6-1، ولكن الناس كانت زعلانه على الدوري ده. بس جوزيه قال انا في الموسم ده اتعلمت حاجات كتير. لما جه في 2004 بقى 2005 في الموسم هو فعلا بنحاسبه عليه، حتى النص الثاني من 2003 2004 لا يحاسب عليه، اللي كان النادي الاهلي متاخر بنقاط كتيره في الدور الاول. ف 2004 2005 لقيت جوزيه بيتعامل وعارف انا نازل في الماتشات دي مش نازل العب كوره، انا نازل اعرف ازاي اكسب واعمل جاب، وبعد ما اعمل الجاب بقى اعمل ما بدالي، العب بقى خطه جديده، اعمل روتيشن، اعمل اللي انا عايزه. فدي ان شاء الله نشوفها مع بيتسو موسيماني في الموسم الجاي، واللي في وجهه نظري هيبقى بدايه الحساب في الدوري معاه باذن الله.